قبل لحظات خرجوا نتائج القرعه ديال امريكا. فاش خديت الباسبور اول حاجه حليت البلاستيكه اللي كاينه فيه ومشيت حليته وتنقلب واش كاينه فيه الفيزا الاولاني. ما كانش طبعها في الورقه الاولانيه، هو كيطبعها في تقريبا الورقه الثالثه، ومشيت تاكدت وتندير فيها بحال هكا تنشوفها واش بصح نيت صحيحه ياك ما مزوره ياك ما. هذه القرعه شارك فيها زيد من 300 الف مغربي ومغربيه، فهو رقم قياسي، واللي حالفهم الحظ وفازوا بتاشيره الحلم هذه السنه هما 4065 مغربي ومغربيه، وبالتالي احتل المغرب الرتبه الثالثه في عدد الفائزين بقرعه امريكا بعد مصر واليمن. علاش قلت الفائزين محظوظين؟ لانهم غادي يتمتعوا بنفس الحقوق اللي عند الامريكيين من العمل بشكل قانوني والاستفاده من خدمات الصحه والتعليم والتقاعد والضمان الاجتماعي، ويمكن كاع يحصلوا على الجنسيه الامريكيه. هذه القرعه ما يمكن يشارك فيها الا الاشخاص الحاصلين على مؤهل علمي من البكالوريا للفوق، ولا رجعنا لعدد الناس اللي تسجلوا في القرعه وباغيين يخو المغرب غادي نلقاو 300 الف كل سنه، اي ان 300 الف مغربي ومغربيه عندهم مؤهل علمي عالي وقاريين وواعيين باغيين يهاجروا ويخووا البلاد، وهذا رقم مخيف وكيبين لنا فشل السياسه والسياسيين وفشل كل الاستراتيجيات اللي اتبعتها جميع الحكومات المتعاقبه على هذه البلاد هذه السعيده. وهنا غادي نرجعوا لواحد التقرير بحثي دارته شبكات البارومتر العربي على هجرة الشباب في الدول العربية، حيث أكدت أن الشباب العربي كيهاجر لأسباب أمنية بدرجة أولى، بينما في المغرب كاين العكس، الكل راضي على الوضع الأمني، وكنظن على أن الوضع الأمني في المغرب الحمد لله مقارنة بالعديد من الدول العربية مستقر وجيد جدا، ولكن عندنا في المغرب السبب للهجرة هما أنهم كيهاجروا لأسباب اقتصادية، وهنا مربط الفرس. وهنا كيحيني هذا السفر لأسباب اقتصادية على أنه راه عندنا فشل في السياسة وفي السياسيين وفشل في العديد من الاستراتيجيات اللي اتبعتها مجموعة من الحكومات المتعاقبة بما فيهم الحكومة اللي كتسير البلاد الآن واللي غادية بها من فشل إلى فشل، وكيبين على أنه لو فتحنا الباب أمام هجرة الشباب وهجرة المغاربة راه ما غادي يبقى معنا حتى شي واحد في هذا البلاد هذا. إذا ملي كنستعرضوا هذه الأرقام هذه كنبغوا ندقوا بها ناقص الخطر، وكنبغوا كنقولوا على أنه رانا كنخسروا على أولادنا على بناتنا في التعليم، وكنقروهم وكنكونوهم، وفي التالي كيمشوا لكندا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. على مدار سنوات طويلة غادي نلقاو الملايين ديال المغاربة اللي كيتواجدوا في مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية وكندا بالخصوص. إذا هنا غادي حيني على واحد القضية تفكرتها الآن، والشيء بالشيء يذكر، وهو على أنه سؤال توجه لوزير التعليم العالي على استعادة الأطر والأدمغة اللي هاجرات من المغرب، وكان واحد البرنامج اللي طلقوا اللي تكلم عليه وزير التعليم العالي هو برنامج وينكم، وهاد وينكم في الحقيقة كتحيني على قصة طريفة جدا في الحسانية. في الحسانية عندنا واحد المسألة كين قال لها غزي ناس قبائل كتهجم على قبائل، واحد قبيلة هجمت على قبيلة، السيد في الخيمة ديالو ناعس، مراته جات تفيقاته قالت له نوض راه غزيجة، يعني على أنه الناس راه هاجمة عليكم غادي تقتلكم. قال لها فين المدفع ديالي؟ فين السلاح ديالي؟ قالت له السلاح ديالك راه حدا راسك. قال لها يقلع بوك وين هو راسي؟ هو كاع ما تعرف راسه. حتى نحن هذا وزير التعليم العالي كيقول لك وينكم؟ وينكم الناس راه مشات معالي الوزير شحال هذه وهاجرات وكتهاجر وكتخوي البلاد، ولو تحت الفرصه تخوي البلاد. انا بغيت سؤال واحد نطرحه، هاد استعاده هاد الناس هادو في هاد البرنامج اللي وينكم، يعني كيتسالوا فينكم الدارجة، كنقول له ودي شنو وجدتوا لهم؟ شنو هي الاستراتيجيه؟ شنو هي الاغراءات؟ شنو هي الامكانيات اللي عندنا حنا وانتم كتصرفوا على 0.5 على ميزانيه البحث العلمي؟ اذا لاش غادي يرجعوا هاد الناس ملي غادي يلقاو واحد الوضع جيد جدا فيه الكفاءات ماشي الولاءات، ما فيه لا محسوبيه لا رشوه لا باك صاحبي لا حتى شي حاجه دخلت عليك باللاش، لاش غادي يرجعوا؟ غادي يلقاو بزاف ديال الحوايج اللي ما عندناش نحنا واللي ما غاديش تكون عندنا مادام عندنا مثال هاد السياسيين اللي اتك على شي حاجه كيديها واللي اتك على شي حاجه ما كيقول له حد شي حاجه. اذا راه هذا راه كنقوله والله العظيم كنتكلم وكنتكلم بواحد الحسره وبواحد الاسى، لانه سبب الفشل ديالنا والخطط ديالنا هو النخب السياسيه، سواء في المجالس المنتخبه سواء في الحكومات المتعاقبه. كنا كنتكلموا كنقولوا الحكومه اللي فايته زادت علينا الساعه، ودابا خويا راه زادوا علينا بزاف ديال الحوايج، غير زيدوا علينا في الساعه وزيدوا في ساعتين، ولكن ما تزيدوش بزاف ديال الحوايج. اليوم حتى كنتكلموا على هجره العقول وهجره الكفاءات، وحتى واش الدجاج حتى هو هاجر، لانه ولا ب 3 دولارات
وانا ياك ما هاجرت اول الولايات المتحده الامريكيه مع هذه القرعه هذه، وراه كثرت الهم الضحك والله العظيم ما بقينا فاهمين والو مع هذه الحكومه، وما بقينا فاهمين والو في بزاف ديال الحوايج. واش عباد الله غير اللي لقى شي حاجه كيديها اللي واش كنقولها وكناكدها، راه ناس كتدخل ما عندها حتى ريال وكتولي دي ملياردير، راه رافته بهذا الوطن وشويه ديال الكبده على هذا الوطن. اقسم بالله العلي العظيم راه الفرق بيننا وبين الولايات المتحده الامريكيه اللي كهاجروا لها بناتنا وولادنا واحد، الفرق هو المعقول، هو المصداقيه، هو السياسيين كيحترموا نفوسهم وكيقدموا استقالتهم الى فشلوا. المسؤول اللي دار خطا واحد بسيط جدا كيساءل نفسه وكيقدم استقالته، حنا ما عندنا حد يقدم استقالته، ما عندنا حد كيفشل وكيقدم، وفاشلين اغلبهم فاشلين وكيخرجوا العينين كما كنقولوا بالحسانيه، يسرق ويقاحر، يعني كيدير فاشل وكيخرج فيك العينين. ورافه بينا شويه الله يجازيكم بخير. واللي كيقول لك علاش غادي ولاش غادي يرجعوا، علاش غادي يرجعوا، علاش غادي يرجعوا، راه الوضع الاقتصادي والسياسي عندنا في البلاد مع هذه الحكومه هذه راه هش جدا. راه الا بقينا بحال هكا بنادم مثلا ما يلقى كاع باش يشري شي حاجه، البيض غالي، مطيشه غاليه، البصله غاليه، الدجاج غالي، اللحم غالي، بزاف ديال الحوايج. وما ترجعوناش لهذا النقاش عاود ثاني وندخلوا فيه ونقولوا راه كناقشوا غير هاد الحوايج هذه، ما نناقشوش القضايا الاستراتيجيه، راه انتم اللي حطيتونا في هذا المازق. فرافه بينا ترفعوا شويه يا ونوضوا شويه معنا وتوقدوا، والا راه غادي تفيقوا واحد النهار وما تلقاو حتى شي واحد معكم في هذه البلاد، غادي تلقاو غير انتم. وللاسف كنقولها وكناكدها، اغلبكم عنده باسبور مزدوج، حنا راه عندنا غير واحد الباسبور وعندنا واحد الشعار، الله الوطن الملك، وهاد البلاد غادي نموتوا فيها وغادي ندفنوا فيها وغادي نبغوها شويه نكره الدات. الله يجازيكم بخير، تحياتي لكم، السلام عليكم.